آية الكرسي، آية واحدة في سورة البقرة. أظن والله أعلم هي الآية رقم 255 في سورة البقرة. نعم، هذه الآية من قرأها في ليلة، إذا قرأتها في ليلة، نعم، لا يزل عليك من الله حافظا، يحفظك إلى الصباح. ولا يقربك شيطان. آية واحدة تقرأها فيها فضل عظيم. إذا واظبت على قراءة هذه الآية بعد كل صلاة مفروضة لم يبقى بينك وبين الجنة إلا أن تموت. إلا الموت، تموت تدخل الجنة. إذن فيها فضل عظيم وفيها حصن للمسلم بإذن الله.